كلشي تعاونوا معايا باش راني ضعت ومشى ليا رزقي وانا يتيمة، ما عندي مي، ما عندي با، ما عندي خوتي، خدامة في مقهى. قلت السيد انه ما جاش عينو انه في الجواج، انه عينو في النصب، دايره طريقه ديال الجواج، كيجيب مو كيجيب اختو، كيجيب مو كيجيب اختو، دايرين طريقه ديال النصب. وعند كنقول لي يلا نتكاتبو مليشه، كيقول لي لا بغيتيني نتكاتب ديري معايا وعد بالبيع على الدار. دا 12 مليون، اختو نصبت عليا ب 4 مليون، داو لي 16 مليون، وعاد كيقول لي ديري معايا وعد بالبيع على الدار اللي كتسكني فيها، هذا باش نمشيو نديرو العقد. والحاله ديالي هي فين هي؟ كيفاش عدت؟ تدمرت، كان مكين الليل وكان مكين النهار، الرزيق اللي كان عندي جا نصب عليا وضحك عليا ونصب العيالات اخرين. وهددني بالقتل، قولي تخرجي من الخدمه وغنتلقى لك ونقتلك ندبحك ونشوي الجثه ديالك ونخوي لك ليسانس ونحرقك. السلام عليكم، انا كنت خدامه في قهوه في لاكار 13 عام وانا خدامه. هذيك السيده اني داخله خدامه معايا قالت لي السيد انه راه صيفطني بغى يتزوج بك. قلت لها مرحبا، لا كان في شي جد وشي معقول يمشي يجيب دارهم. جا وهضر معايا قلت سير جيب داركم، قال لي انا بوا ميت كاينه عمي. قلت لي مرحبا، مشى جاب عندي امك جات عندي هنا تعشاو مشاو. فات رمضان جات عندي ختو، جا راجل ختو، جا هو هضرنا تفاهمنا، قال لي واش شوفي دابا تي بغيتك تنتهي من العمل ديال المقهى ما تبقايش تخدمي. قلت ليه مرحبا، ريحت انايا من الخدمه وانا غتعاوني معايا غندير واحد السياره ديال النقل، انا النقل السري ونبيع ونشري وانت غتجلسي. تفاهمنا مشينا هي ديك السيمانه الاخرى، جا جاني بالجمعه انا خدامه، قال لي ودابا صافي الطوموبيل راني دبرت عليها، عندي شوفي التصاور شوفي التليفون كي داير الطوموبيل راه مزيانه غتفات وقتي. دابا حنا يلاه ندقا يدينا الوراق ديالنا غندفعوهم نهار اثنين عند القاضي وخاصنا نتكاتبو، وباش تفهمت انا وياك نص ليا ونص لك ونريح من المقهى ما نبقايش نخدم. قال لي واش انت ما كتيقيش فيا؟ واش انت ما كتيقيش فيا؟ اعطيني الفلوس انا غادي نمشي نجيب الطوموبيل اليوم ونهار اثنين اليوم الجمعه السبت الحد نهار اثنين غنشوف باش غنقادو الوراق ديالنا على كل شيء. طيب السيد الدم عندي 8 المليون على ايد شهود كاينين، ودابا درت شكايه الوكيل الملك، هنا هي شكايه بالنصب والاحتيال، ها هي فين هي الشكايه دابا اللي دفعت، انه هو السيد تعتقل فيها، تعتقل جا عنده اعتقال تعتقل، خرجوا قاضي التحقيق مليون كفاله 10000 درهم. دازوا الشهود عند الدرك الملكي هنا ديال جمعه تحيم، تقدمنا عند قاضي عند الوكيل اعتقلوا قاضي التحقيق خرجوا 10000 درهم كفالة، دفعنا الجلسة، هاد الجلسات عندنا، دازوا الشهود في الجلسة، دابا حكموا عليه عطاو 6 شهور سورسي، وملي عطاو 6 شهور سورسي، يعطيه البراءة أجود، حيت هو عنده نفوذ وعنده حماية، أنا ما عندي نفوذ ما عندي حماية، عندي الله وجلالة الملك، كنطلب الحق ديالي، راني ضعت ما عطاونيش حقي، وهاد السيدة درت خطأ كبير، أنني ما دخلتهاش معاهم في الشكاية، هاد السيدة أنا هي اللي جابتو لي النهار الأول. دخلت هو ومو اختو وهي خرجتها من الشكايه ما دخلتهاش، هني عندها ايد في النصب معاه، عندها ايد وعندها علاقه معاه، تبات الطوموبيل عنده راك فيها، عيط لي نهار حد قال لي واش الطوموبيل راه تسرقت، قلت له تسرقت الطوموبيل، ركبت مشيت للدار البيضاء انا في المحطه وكنعيط ليه فين فين بلاصه، قال لي في الكوميساري، قلت له شمن الكوميساري؟ قال لي في عين الشق، قلت له وري الكوميساري في عين الشق ناخذ طاكسي ونجي عندك تلتم. قال لي ودابا لا بلا ما تجي ركبي سير رجعي للجمعه ملاقيه مع الليل، انا دابا الطوموبيل راني يلا دي براج غنمشيو نجيبوها من نواحي برشيد. ملي شويه عيط لي النهار الاخر قال لي الطوموبيل صافي راه مشات. مشيت انايا هنايا طلعت عند رئيس المحكمه اسفي، دخلت عندو عاودت لي المشكل كيفاش، خلصت الصندوق مشى عاون قدائم وفواد قدائم، مشى سيرفيس ديمير خذا لي المعلومات، انا الطوموبيل هي الماتريكول ديالها، الطوموبيل دابا الان باقي عندو حاليا خدام بها، باقي دابا خدام بها حاليا عنده كيدير بها النقل ديال البلايص. كنقول لي جيب لي ديك لاسيون ديال الطوموبيل انت اش بغا يجيبو ليا، جيب لي ديك لاسيون كيقول لي طاح ليا، صب لي في السروال تقول لي امو توضر لي ديك لاسيون، ركب ومشيت لدار امو تدرك عليا تقول لي امو ما كاينش هو كاين تم، امو كتقول لي ما كاينش، وهاد السيده اللي جابته لي انا عندها اب في النصب معاه، وانا درت خطا كبير ما دخلتهاش معاهم، دخلت هو امو واختو هما ثلاثه ويا الرابعه ما دخلتهاش. السيد ما تزوجتش منه؟ لا يلاه دوزنا
طلب مني الجوج انا الخطبه يلاه غادي نقاد الوراق ديالي راني دافعهم في الدوس ديال الكسبه باقي ما تكاسبنيش. رجع عندي دا 8 المليون عقب رجع عندي مده شهر قال لي انا غادي باش غادي نقاد باش نبيع ونشري ونجيب السلعه والطوموبيل راه خسرت ضربتها مع كامي ودرت بها كسيده غادي باش نجيب السلعه. دا من عندي 4 المليون الاخرين 12 مليون اللي دا ليا هو اختو كتعيط ليا كتقول لي قالك صيفطي ليا الفلوس. ها هي فينايا هالروسي الاول هالروسي التالي 4 المليون لا كلشي في الروسيات ها فينايا تصفيق تصيفيطه التاليه فيها 160 الف ريال كتقول لي قال غادي يجي نهار السبت ونهار الحد ونهار الاثنين راه غيعطيك فلوسك. ها فينا هالروسيات ها هما دابا شكايه من نصب الاحتيال وكيطلع الدرك الملكي وكيخبوها يدرقوها وطلعوا الدراكين ثلاثه في العيد الكبير وكاين خالها تما كدور كاينه تما دخلها البيت ساد عليها ودخل الدراكين بلا ما نذكر الاسماء ديالهم ولا جوج مع جوج دراكين اخرين وقال لهم انتم ما كايناش الدراكين الدرك الملكي ديال جمعه السحيم رجع هنايا الجمعه كبر في الطوموبيل وصيفط والدرك الملكي داير خدمته وكنشكرهم ساعدوني وواقفوا معايا ودايرين خدمتهم وين هما ملي كيمشي الدرك الملكي يضرب تماريه كتردوا. دابا انا صيفطوا لي الدوسي ديال الرباطه فين صيفطوه المحكمه الابتدائيه لوكيل جلاله الملك بالرباط ودابا فين تصابت بدوك الروسيات دار بحث وانا تصابت في القامره فين كتسكن وانا ما تعطانيش الحق ديالي والسيد كيهددني بالقتل كيهددني بالقتل هالشكايه اللي عندي معاه ها هي فين هي ها هي بإضرام النار كيقول لي نحرقك في الدار ديالك وهددني بالقتل يقول لي تخرجي من الخدمه وغنتلقى لك ونقتلك نذبحك ونشوي الجثه ديالك ونخوي لك ليسانس ونحرقك وعاد كنقول لي يلا نتكاتبوا ملي جا كيقول لي لا بغيتيني نتكاتب ديري معايا وعد بالبيع على الدار دا 12 مليون اختو نصبت عليا ب 4 مليون داو ليا 16 مليون وعاد كيقول لي ديري معايا وعد بالبيع على الدار اللي كتسكني فيها هذا باش نمشيو نديرو العقد ودعيته هو ومو اختو وهاد السيده اللي جابتو ليا كتسكن بدرب السرسار عندها ايد معاه عندها ايد معاه في النصب وانا ما دخلتش وعندها علاقه معاه وكان دائما مركبه في الطوموبيل يبات هو وياه في الثليثه يدورو والسيد كيسكن دوار المواقر قياده سيدي عيسى وهاد السيد انا درت خطا كبير واليوم انا كنطالب من القضاء اني بغيت ندخل في الشكايه وكنطالب مساعده قضائيه مساعده قضائيه انا ما عنديش باش ندير محامي اللي غيتعاونوا معايا كنطالب الجمعيات داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن كلشي تعاونوا معايا باش راني ضعت ومشى لي رزقي وانا يتيمه ما عندي امي ما عندي با ما عندي خوتي خدامه في مقهى والحاله ديالي هي فين هي كيفاش عدت دمرت وكنبكي الليل وكنبكي النهار الرزيق اللي كان عندي جا نصب عليا وضحك عليا وناصب العيالات اخرين جوج شطر كانوا داعياتو وحده راه تفاصل معاها جوج شطر تفاصل معاهم وحده راه تكاتب معاها وهاد السيد انه ما جاش عينو انه في الجواج انه عينو في النصب دايره طريقه ديال الجواج كيجيب مو كيجيب اختو كيجيب مو كيجيب اختو دايرين طريقه ديال النصب هو نصاب مو نصاب اختو نصابه ولي مو عنده حمايه وعنده نفوذ انا ما عندي حمايه ما عندي نفوذ قال لي وسيدي عندك الجندار جري عندهم بيدك جري انا الله يجعل البركه في خالي كنت انا بخالي وانا ما كنت انا تبجي واحد كنت انا بالله وجلاله الملك محمد السادس كنقدم رساله لجلاله الملك محمد السادس يشوف ان المحكمه الابتدائيه الحكم كيفاش عطاوه ملي عطاوه 6 شهور رزيق كامل كلهم جا ملي عطاوه 6 شهور يعطوا براء اجود يبرؤوا ويعطوا براء اجود وهاد الرساله كنوجهها لجلاله الملك محمد السادس يخلي لي الامير مولاي الحسن والاميره لاله خديجه وموجه رساله لرئيس الحكومه عزيز اخ النوش والوزير العدل والوزير العدل انهم وقفوا انتظروا موجه رساله الوكيل العام محكمه الاستئناف راه عندي الجلسه غدا نهار 23 محكمه الاستئناف والوكيل جلاله الملك محكمه الاستئناف والقضاء محكمه الاستئناف انهم يتعاونوا معايا ويعطوني الحق ديالي راني ضعت حقي راه ما شديتوش مشى لي رزق المحكمه الابتدائيه ما عطاونيش حقي انا وعنده نفوذ وعنده حمايه ومعني بخالو وكيتعنى بخالو كيقول لي انا عندي خالي جهدك جريه جهدك جريه انا عندي خالي جهدك جريه شحال من عام 19 عام وانا خدامه في القهوه 19 عام وانا خدامه في القهوه في قهوه الباركيت وانا كنطالب يكون عليا بحث لك السيد كنعرفو عندي بيت علاقه كنقول ليه السلام عليكم انا بغيت بحث العداله تعطيني 10 سنين ما يعطونيش 5 سنين وانا كنطالب واحد البحث بغيتو يكون عليا وهاد السيده اللي خدامه معايا في القهوه هي السبب ديالي في هاد المشكل كامل هي اللي جابته ليا وعندها ايد في النصب معاه وملاقيه معاه وهي اللي الخطه كامله ديالها هي والطوموبيل عنده وكيقول لي تسرقت كيقول لي جهدك جري مشى ليا بعد ما حماقيتش كاع لاباس كندوي بوحدي كيفاش الناس كتعجبك يقولوا ظاهره بقات بعقلها
كيفاش نسي عجبته بقى يقولوا زايره بقات بالعقل ديالها. والله العالم بيا هاد كنس الناس ما كيجيش كنس بالفنين بالدواء ديال العصب كنشري ناكل فنين عند كنس. وانا كنطالب الجمعيات كلهم يتعاونوا معايا لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، كنطالب من خوتي وخواتاتي المسلمين والمسلمات كلهم يتعاونوا معايا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، والنمره ديالي راه في التليفون اي واحد يتصل بيا. وكنطالب بالمحامون يتطوعوا مساعده قضائيه، أنا ما عنديش باش نخلص محامي انهم يتعاونوا معايا. عندي جلسه غدا 23 محكمه استئناف، وعندي جلسه نهار الخميس نهار 26 مهددني فيها بالقتل. ومو جات في شهر 12 اش هي كدير في داري؟ جاي كدق في داري، هي باغا تحرق لي داري، هي باغا تقتلني، هي باغا دير لي شي حاجه في داري. علاش جاي عندي لداري؟ علاش علاش تجي عندي لداري؟ علاش تجي عندي لداري؟ شكرا اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات. وكنطلب المشاهد الرساله لجلاله الملك محمد السادس ومشاهد رسالة العزيز أخ النوش رئيس الحكومة والوزير العدل والقضاء محكمة استئناف وكيل جلالة الملك محكمة استئناف، وأنا كنطالب مساعدة قضائية واعطوني الحق ديالي راني ضعت. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.